شهد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستثمارية المهندس إبراهيم محلب ووزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتور محمد سعيد العصار شهدا الإعلان عن تكنولوجيا مصرية جديدة لمعالجة المياه توصل إليها العالم المصري الدكتور نبيل المراغي، والتي تتميز بانخفاض تكلفة عملية معالجة المياه وكذا الاستهلاك الأقل للطاقة. وتعظم التكنولوجيا المصرية الجديدة المكون المحلي في تصنيعها وتوفر في مساحة الأرض التي تقام عليها محطة المعالجة. وتم إجراء تجربة لمعدة تعمل بهذه التكنولوجيا بمركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي، حيث أكدت النتائج إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا في معالجة المياه.